النهاردة مش طالعة أغني، طالعة أعرف يعني إيه تعليقاتكم. أوكي، بالسلب أو بالإيجاب أنا متقبلة أي حاجة، مش بزعل مش بتضايق. دايما عندي مقولة في حياتي ماشية بيها، إن دايما اللي بيوجهك أو بينتقدك بيكون بيحبك. بس أنا عتابي على حاجة بس، يعني في انتقاد بناء وفي انتقاد هدام، ولكن أنا لاحظت إن الانتقادات كلها للأسف هدامة جدا، وخصوصا عندما بنتكلم دايما عن الشكل. يعني كنت نفسي الناس تقدر قد إيه إحنا عايزين نوصل فن هادف وفن نظيف، فن نقدر ان احنا يعني نصلح شوية الحاجات اللي احنا بنسمعها. شكرا يا اسلام، اشكرك، كل اهل المغرب بشكرهم، والف مبروك لعصام. هغني ايه مش عارفة صراحة، يعني لسه ما استقرتش هغني ايه. ربنا يسهل إن شاء الله. ثقة في أهل بلدي وثقة في بلدي إن أنا يعني عارفة إن أنا بيكم إن شاء الله هنجح. وفلسطين وأهل فلسطين، قلبي معاكم. وهارد لك جيانا، بجد كنتي أكتر من رائعة. مالكش دعوة بشعري، سيب شعري في حاله، انت هتتجوزني. اسمعني بس، اسمعني، هحلقه خالص، هشيل شعري ده، ضايقه، هحلقه اقرع خالص. بس ممكن بليز بلاش نعلق على الشعر والشكل، علقوا على صوتي. انا عايزه اقدم، انا لو عايزه اكون شعري طويل وجميله ونزلت لكم صوري بشعر طويل هعمل كده. انا مش عايزاكم تتلهوا في شكلي، انا عايزاكم تركزوا مع صوتي، تدعموا صوتي الاول وبعدين الشكل ده. اكيد بعدين انا هيتغير ويبقى حاجه تانية، بس انا محتاجه انكم تسمعوني اكتر.